أخبار المغرب، مرحبا بكم. انفجار ضخم يهز صالونا للتجميل بالرباط. إلى تفاصيل قبل ما نبدأ، ما تنساش تدير جيم للفيديو وتشترك في القناة ديال صوتي باش ديما يوصلك جديد الأخبار. انفجرت قنينة غاز وسط صالون تجميل بحي أجدال بمدينة الرباط، وخلفت إصابة شخصين بحروق وصفت بالخطيرة. ووفقا لما أوردته مصادر محلية، فإن شخصا يشتغل كمساعد بمحل بيع المنتجات الغذائية توجه للصالون لتركيب قنينة الغاز قبل أن يسمع دوي الانفجار. وأضافت ذات المصادر أن العامل أصيب بحروق، والأمر ذاته بالنسبة لأحد العاملات بالصالون، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. هذا وفور علمها بالواقعة انتقلت إلى عين المكان المصالح الأمنية التي باشرت تحرياتها لمعرفة أسباب وملابسات الانفجار الذي خلف رهبة في صفوف الساكنة المجاورة.